يسعد صباحكم مشاهدينا. وطبعا زي ما حكينا قبل الفاصل اليوم فقرتنا فنية وبالشموع زينا الاستوديو، ورح نتعرف من خلال هذه الفقرة على مصممة يعني صممت لنا شموع جدا جميلة بألوان زاهية وبأشكال مختلفة. هي أكيد مصممة داليا بطشون عازر اللي شرفتنا في هذا الصباح. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ شو اخبارك داليا؟ الحمد لله. يعني يعطيك العافيه، ما شاء الله بجننوا الشموع اللي بالاستوديو، يعني فعلا زينتي لنا الاستوديو باشكال جميله. وبدنا نبلش طبعا حديثنا معك عن هاي الحرفه. قديش لك بتشتغلي بالشمع؟ انا هلا صار لي فيها تقريبا 10 سنين، وبداياتي ما كانت ابدا سهله فيها، لانه قبل ما تلاقي وين الشمع الخام تستدلي على القوالب او تصنعي انت القوالب بدك وقت حتى انك تقدري تلاقي كل هاي الامور. وبس الحمد لله مع الاصرار ومع التصميم نشكر الله، يعني 10 سنين نشكر الله تكللت بالنجاح. يعني الحمد لله ما شاء الله واضح انها تكللت اكيد بالنجاح. الحمد لله. ودائما احنا بنحكي يعني بنكون سعيدين فعلا لما بيكون نستضيف يعني سيدات بيقدروا انهم فعلا يبدعوا باشغال فنيه وباناملهم يقدروا انهم يصنعوا اشكال كثير جميله. فاحنا هلا اكيد رح نستعرض الشموع من خلال المخرج، اكيد رح يعني ياخذ كل الشموع اللي موجوده معنا بالاستوديو. واذا بتحبي بدنا نحكي شوي عنهم. هلا في مجموعه، يمكن احنا جايين يعني الربع عيد الام. مزبوط. فيمكن دائما المناسبات يعني كل مناسبه بيجيها الشكل والمضمون والالوان اللي خاصه فيها. احكي لنا شوي عن تشكيلتك داليا. هلا زي ما احنا بنعرف شهر 3 شهر مميز، بدايته بيكون في عنا عيد الام، عيد ست الحبايب. وبنفس اليوم تحيه لكل الامهات الله يخلينا اياهم فوق راسنا. وبنفس اليوم بيكون في بدايه الربيع اللي هي بدايه الحياه، وانا هذا الشهر كثير بحبه لانه بتحسي انه هي بدايه الحياه، بدك تحطي الوان زاهيه، بعد شوي بتسمعي العصافير، بتسمعي الفراشات، بتشوفي الازهار عم تتفتح. فبهاي الامور انا بحس انه يعني عم بعكسها على منتجات اللي بعملها، فكل شمعه يا اما بتكون عليها ورده، يا اما بتكون عليها فراشه، يا اما بتكون عليها كلمه ماما خاصه لعيد الام وهيك. وبحب الالوان الزاهيه هلا اللي بتعكس هلا الربيع والحياه الحلوه. هو يعني 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 الواضح انك انت بتستوحي افكار تصاميمك من الطبيعه ومن الاجواء اللي بتعيشيها. صحيح. ودائما احنا بنحكي الالوان هي بتعكس اصلا نفسيه الشخص، وايضا بتعكس يعني بتعكس سعاده على الاشخاص اللي بيشوفوها. يعني مزبوط. يمكن مرات كثير الواحد اذا كان متضايق ولبس لون هيك فرح فبتعكس عليه طاقه ايجابيه مزبوط. عليه وعلى اللي حواليه. واحنا شايفين الوان كثير جميله داليا. كيف بياخذ منك الشغل؟ يعني قديش بياخذ وقت وانت بتشتغلي؟ يعني اذا بدنا نحكي عن، طبعا يمكن كل شمعه بتختلف عن الاخرى، بس تقريبا خلينا نقول هلا من ناحيه الصنع باخذ معي وقت قبل ما احنا ندوب ونصب وينشف معنا، يعني بدك هذا مينيموم ياخذ 4-5 ساعات. بعدين تجينا فكره انه كيف بدنا احنا نطلعها بطريقه حلوه ونعرضها بطريقه، يعني كل واحدة بتختلف عن الثانيه. بستعمل عاده انا يا اما اكسسوارات تكون منها شمع، يا اما اكسسوارات انا عم بعملها من الجبصين برضه كله يعني منها وفيه، يعني مش شيء عم بجيبه اكثره، مثلا الريبنز بنجيبه من برا وهيك. وبنفس الوقت الالوان، انا بحب الالوان، وزي ما حكيتي لكل مناسبه لها لون. يعني هلا لانه ربيع في الالوان الزاهيه بيجي، بعد شويه وقت الخريف بتحس الالوان تكون داكنه شويه هيك رايقه. إذا بدنا نحكي داليا عن الشموع المعطرة، يعني احنا دائما عم نشوف الشموع هي طبعا يعني لا غنى عنها في البيت، لانها بتطفي على الاجواء جو رومانسي جميل فعلا هادئ يعني بكل النواحي. يعني لكن هلا عم نشوف كثير شموع ممكن انها كمان تضيف روائح عطره للبيت. تحكي لنا بتعملي مثل هاي؟ هلا بالاكيد، يعني يا اما مثلا اي حدا بيطلب مني اني اعملها بعطر، وبحب العطور لانها بتطفي على الشمعه اكثر رونق وريحه حلوه. ومن العطور اللي بستعملها شيء بتكون يا اما طبيعي يا اما بتكون انه هي عباره عن تركيبات انا بحطها بضيفها على الشمعه، فكل شمعه كمان بتاخذ مني كمان روائح حلوه. شو اكثر العطور القريبه الى قلبك؟ اكثر شيء اللافندر والياسمين. والياسمين واكثر شيء عم بنطلب هلا هو فعلا. يعني رائحه اللافندر والياسمين يعني حتى مريحه للاعصاب، يعني بحس الواحد انه فعلا بتريح اعصابه شوي تعبان او شيء بتلاقيها انه فعلا بتساعد. يعني هلا هون في شمعه الهرميه حط عليها زي اكسسوار صح؟ بصير انا مش مبينه من يعني مش قادره انه
هلا مثل هاي الشمعة برضو هذا تصميمي اللي هو الهرم، وهذا عبارة عن ملاك بنهديه لست الحبايب. يعني حبيت بهاي المناسبة انه هي يعني الحمد لله الام هي اصلا ملاك، فحلو هي هيك هدية تكون ملاك لإلها. صح. وهذا الاكسسوار زي ما حكيتي هو كمان شمع. هذا شمع. هذا شمع. اوكي. طب زي هذا القالب، يمكن هذا القالب ممكن انه تصبيه وتلاقي قالب تصبي فيه الهرم، لكن زي هذا القالب ممكن يكون في صعوبة في ما هاي هي في يعني في عمله كيف بالضبط. هذا القالب انا سويته، كان في عندي زي صورة ملاك وقدرت اني اعمقه وعملته بزي فرغتي يعني فرغته بالضبط، وعملناه بسيليكون، قالب سيليكون، هلا عم نستعمله وبنصبه اكثر من مرة. ما شاء الله، يعني مش بس شمع، في ابتكارات يعني الحمد لله اكثر من شمع للقوالب. طب ايش في يعني هيك قالب فعلا انت بتحسي انه اخذ معك شغل او وقت، او بتحسي انه يعني يعني انت بتشتغلي فيه هيك وبعد ما طلع حسيتي انك انبسطتي فيه؟ بتعرفي هلا لما يكون القالب يطلع عندي عادي من غير تزيين لسه ما بتكونش الفكره واضحه، بس تبدا الفكره تبرز عندي وانه واو بقدر احط هاي مع هذه، عن جد بصير في عندي سعاده من وريتها. انه يعني ما تكون زي منتجات السوق، مش زي اي شيء ثاني واحد بيشوفها انه بس منتجات داليا، انه ينعرف انه هذه هي ايه هذا شغلك. وخاصه من الاكسسوارات اللي بستعملها مثلا الورد المميز، الجبن، واضافه الشغلات الغريبه اللي عليها. حتى انت شبرة وحاطة وردة كمان، وردة وعليها جليتر كمان، هاي ممكن كمان تزبط للفالنتاين لأنه ممكن ممكن داليا عم بشوف شمعة هون عليها ورد كتير حلو، بس نوضحها أكتر للكاميرا. هلا هذا الورد اكسسوار بالضبط، يعني انت بتحطي الافكار حطناها مع بعض، بتجيبي الشمعه وبتحطي الفكره عليها، يعني على اساس انه ربيع وهيك. حبيت فعلا يعني جوها كثير ربيعي جميل. انا بتعرفي بحب كثير وبعشق الورد، فيعني بحب ابدع في هاي الشغلات وبحب انه ازين اكثر من وحده. جميل، لا كثير حلو اكيد، والورد شيء يعني رائع، ما بنقدر يعني نستغني عنه. اكيد ما بنقدر نستغني عنه. هلا هدول القوالب اللي عملتهم زي الورد، الوردات. اوكي. هذا القالب بتشتريه جاهز؟ هلا في شيء اشتريته جاهز وبرضه قدرت اني اعمل قالب منه. يعني الورد. ممكن انك انت كمان تصنعي القالب. أيوة نفسه زي ما عملتي القالب تبع الملاك، بتقدر انك تصنعي. احنا بنقدر نعمله. هلا في شيء هون عندنا شمعه، خلينا نقول يمكن المفرغة من جوا، غريبة فعلا لأنها مفرغة، يعني إذا عم تطلع على الكاميرا سالم من هون هي هيك شكلها. أوكي. لكن هي مفرغة من الداخل على شكل قلب. أوكي. هاي كيف اشتغلتيها؟ هذه نفس القالب بس انك تقدري انك تفرغي، يعني ما تصبيه كامل، بتصبي تاخدي شويه شمع، بتصبي بس الحواف او البرواز تبعه، بتخليه ينشف شويه وبترجع بتصبي عليه مره مرتين ثلاثه، ما بتعبيها كامل على اساس انه نقدر نستعملها مفرغه وتنضوى فيها شمعة صغيره. أوكي. وحلو كثير هذه للمناسبات، عم تتاخذ لخطب، لاعراس، لمناسبات، حتى عندنا باذن الله للصيف كثير حلو هيك تنحط على الطاولات برا. لا كثير، لا يعني كثير لانه بتخدم اكثر من الشمعة اللي بتكون مليانه وكمان شكلها غريب. لا مزبوط. هلا انا شايفه كمان هون شموع محطوطين بصحن، يعني كثير حلوين. هذا الواحد اللي بده يحطهم يعني على طاوله مثلا بمنتصف القعده او الصالون، حسب يعني حسب الشخص ايش بيرغب. ففعلا كثير حلوين وشكلهم يعني جاي بين، خلينا نقول ورد على وردة شم على نجمة بحر على شمس على أيوة. على اكثر من شكل. وفعلا لونهم الزاهي يعني هيك عم بيعطي هيك رواء يعني. خلينا هلا في الفلوتينج كاندلز، هلا انه عم بلاقي رواج كثير، وخاصه برضه بالاعراس بنحطه على الطاولات بميه، محطوطين بميه وبتشغلوا بعده 4-5 ساعات، بيطفي جو كثير حلو. زي ما حكيتي بالليفينج روم هيك واحد قاعد بده له اكم من شمعه بكون بعطي رونق. طب اذا بدي اسال داليا على موضوع الشموع المعطره، قديش ممكن انها يعني تستمر ريحه الشمعه المعطره؟ يعني هلا ممكن تستمر 3-4 ساعات وانت ضويتها، لازم تضلها في ريحه. ممكن انها، انا في شمعه هناك كثير عجبتني بس مش عارفه اذا رح اقدر اوصلها.
اولا يعني الوانها الوان الازرق بتدريجه. نعم. فيمكن هاي كمان انك ما عم بتصب القالب كامل. بالضبط. هذه باخذ معي هلا بصفي انه انا عم بعمل ثلاث اربع زي كاسات وكل واحد لون، بس انشف اول لون بعدها بتقريبا نص ساعه بنصب اللون الثاني وصب اللون الثالث والرابع. بدها طوله بال. باخذ وقت. بدها طوله بال. صحيح. طب بالنسبه لل يعني الشمع، الشغل بالشمع وبال تسييح الشمع، هو يعني عم تشتغلي انت بماده ممكن انها تسبب لا سمح الله حرق. حرق يعني. ما هاي هي كيف لازم تتعاملي مع 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 الشمع. لا طبعا الموضوع. اول شيء بحرفيه ولازم احنا نكون يعني على قد الوعي، وطبعا عندي طفايه انا عندي بالمحل وهيك، بس برضه يعني نكون احنا واعيين انه احنا هاي الماده اللي عم نستعملها مش سهله، وما يكون حدا حدا يعني مثلا اطفال ولا كذا حوالي. ويعني بس بتعرفي شغله، مع انها شويه هي صعوبه صعوبة التذويب تبعتها، بس النتيجة بتكون رائعة. صحيح. يعني زي ما بيقولوا زي الوردة بتشوك بس هي حلوة، نفس الفكرة تبعت الشمع، انه يعني بياخذ وقت كتير معانا وبنتبهدل وبنوسخ حالنا، بس بالاخير بتعطينا الحمد لله شيء انتاج كويس. صح، وبشعور هيك الواحد بيكون في فعلا في سعادة لما بشوف من منتجاته. شاركتي ببازارات داليا، كيف حسيتي من بازار لبازار، تجربتك كيف، ايش اللي اكتسبتي من خبرة، كيف شفتي الناس اقبالها ذوقها؟ الحمد لله الإقبال كان يكون كتير حلو، وأحلى كلمة توصل لمسمعي إنه ما شاء الله هذا شغل يدوي، وبعدين من الأردن. قلت له طبعا في عنا إحنا صناعة كتير حلوة في الأردن، ويعني عم نكون إحنا كويسين فيها، فالكل يقول لي هذا شغل يدوي فكلوا إنه مصنع. قلت له لا الحمد لله هذا كله شغل، والله يعطيك العافية. بتصدقي أكثر من المردود المادي لما أنت تسمعيها. صح. المردود المعنوي بيطلعك للسما كتير. صحيح. حلو. هو يمكن بفكروا شغل مصنع لأنه في دقة في التصنيع وفي يعني حرفيه، يعني لما عم نطلع على الشمعه عم نشوفها فعلا بتفاصيلها الكتير، هي دقيقه زي ما بيقولوا الفينشينج تبعها اللي بالاخر عم بيطلع هي. عم بيطلع شغل كتير كتير جميل. داليا، اذا في اشخاص بحبوا مثلا عندهم فكره شمعه معينه او شموع معينه، عندهم ديكور بالبيت بدهم مثلا يعملوا على يعني على اساس الديكور اللي عندهم حسب طبعاً. الالوان حسب الشكل، هل ممكن انك انت تصنعي لهم يعني حسب طلبهم؟ طبعا بنصنع الطلب والاحجام اللي بدهم اياها، وحتى الالوان الغريبه بنحاول انه نسوي لهم اياها بريحه او ما مش بريحه، كل هذا بنسوي لهم اياها. وفي كمان هذه افرجيك اياها، هي عباره عن ام ماسكه طفل، اذا ممكن تبين معانا. هاي اكيد المخرج عم بياخذها على الكاميرا. منه كمان لعيد الام، وهي بتعطينا الدفء يعني، وممكن تسوى يا جبصين يا شمع، ممكن انك تعمليها على الشئتين. انت هلا عملتها جبس بالجبس على اساس انه ما تتكسر معي، بس برضه كمان شمع بتتسوى. شمع. داليا، في نهايه لقائنا كيف بيقدروا الاشخاص يتواصلوا معك؟ عندك على الفيسبوك؟ عندي انا على الفيسبوك اسمها داليز كاندلز، معلش بالانجليزي، وهو المحل اللي عندي اسمه داليز كاندلز محلنا. واهلا وسهلا بالجميع، واحنا بنتقبل اي اقتراحات واي تساؤلات واي طلبات. تسلمي داليا، موفقة بشغلك ومنها للأعلى إن شاء الله. بنشوفك أكيد إن شاء الله بمناسبات تانية وبأفكار جديدة. نشكرك، نشكر وجودك معنا، نشكرك على الشموع الجميلة اللي زينتي لنا فيها الاستوديو. اسمحي لي بس أشكرك، وأشكرك على اللقاء الحلو، وأشكر التلفزيون الأردني اللي عم بدعم كل الحرفيين الأردنيين. ثانك يو كثير لإلك. ولو واجبنا أكيد دائما إنه نسلط الضوء على المتميزين أكيد اللي أمثال حضرتك داليا. تسلمي. ومشاهدينا، في ختام يعني حلقتنا لليوم، مشوارنا الصباحي لليوم، ختمناها بالشموع الجميلة والألوان الزاهية. إن شاء الله أيامكم كلها ألوانها زاهية وتفاصيلها جميلة زيكم. بدي أوجه لكم تحية مني أنا ألكساندرا البوري، وأكيد من زميلي حازم رحاحلة، وإن شاء الله بنلتقيكم بيوم جديد. خليكم على الموعد وإلى اللقاء.